السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعت لكم تاني بفيديو جديد، واخر فيديو في حدث اقوى حدث في لعبه فيفا 23، حدث التيم اوف زير. النهارده هيكون اخر فيديو معانا في حدث التيم اوف زير، او في اثناء حدث التوتي. طلع لنا كام لاعب كويسين جدا، هنستعرضهم مع بعض ونشوف الباكات اللي احنا فتحناها وطلع لنا مين منها. بس قبل ما نعمل كده، ما تنساش اللايك الجميل بتاعك، ما تنساش كمان ان انت تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها باستمرار. ويلا بينا نشوف اخر باكات في اخر يوم من حدث التيم اوف زير، يلا بينا. فنتمنى من الله كده حاجه حلوه هنا وهنا، وكمان معانا هنا 3 لعيبه بلس 85. فنتمنى من الله حاجه كويسه في الثلاث باكات دول على الاقل، عشان نقدر نعمل باكه المدافعين. النهارده كان يوم حفل كبير كبير خالص يعني في تفتيح الباكات، وجانا كذا حدث. ولكن طيب الباكه اللي بعد كده بتقول ايه؟ يا رب حدث، يا رب ريت، يا رب اي حاجه. بسم الله. اتنين لعيبة بلس 85. وميني هاريكين، لا مش مشكلة مش مشكلة، لسبب واحد بس معايا مكرر، ولكن نقدر نحطوه في تحدي امبابي. طيب خلينا نفتح الباكج اللي بعد كده. المفروض ان هنا معانا تلات لعيبة بلس 85، وهنا معانا خمس لعيبة بلس 84. دي عمرها ما طلعت لي ولا اي حاجة تكون قوية، ولا ريت ولا حدث. فنقول يا رب. بالظبط 85، عمرها ما طلعت لي اي حاجه ممكن تكون حلوه او قويه. يلا اخر تحدي معانا، او اخر باك معانا، ثلاث لعيبه بلس 85، نقول يا رب حد كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. توتي توتي فرنسا اللي بيسيو سيو راضي سيو راضي سيو راضي سيو راضي. الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، الحمد لله. يا ترى راح، يا ترى راح سيو راضي جدا. الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. عامل كام سيو بقى يا باشا؟ يا لهوي، مليون و700، مليون و700، يا لهوي. الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله. ونقوله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا كريم، يا رب يا رب. وكاو تبريد كويس، نواز مش مشكلة مش مشكلة، حاجة حلوة خالص، ورضيين خالص باللي حصل واللي هيحصل. تلاتة ورك اوت، ودي حاجة زي الفل. طيب نقدروا كده نعملوا تحدي امبابي، ونقدروا نعملوا حاجات كتير خالص. نروح للاكونت التاني ونشوف حظ عامل ايه. ومعانا تو بلاير 81، يا رب يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، على الاقل يكون ورك اوت. طيب حاجة قريت كده حلوة، يلا بسم الله نفتح ال 10 83 دي اللي مش هتطلع حاجة ده اكيد. بسم الله اوت كويس، سن كويس، ممكن يكون ورا حد عادي. بسم الله اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، حدث ان شاء الله كده تكون تيم اوف زير باذن الله. يلا بسم الله. لا خلاص خلاص زودناها نويا. طيب ممكن في امل يكون ورا حد، ممكن في امل يكون ورا حد. لا طبعا لا طبعا، الحمد لله على كل حال. طيب نفتح ال 10 بلس 80 83، 10 بلس 83، ونقول يا رب يطلع فيها حدث، يا رب. نوميني او توتي وكاو. طيب ريت عالي. طيب كام مولر؟ ماشي ماشي، ما فيش اي مشاكل. طيب يا جماعه خلصنا التحديات اللي المفروض نعملوها، وخلينا نفتح الباكات بتاعتها. بلس 85 2 لعيبه، وبلس 85 3 مدافعين. نبدأ بالمدافعين الأول، يلا يلا نبدأ بالمدافعين الأول. بسم الله يا رب. توتي وجولد جولد جولد، روبن دياز مكرر غالبا. بسم الله الرحمن الرحيم، اتنين لعيب بلس 85، يا رب يا كريم. خلاص كده بناروما كويس، ريت الأيكون بينادينا بإذن الله. العوض يكون في دي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا كريم، يا رب حد مش عندي. طيب فقير راضي جدا راضي جدا، فقير فقير راضي جدا، مش عندي. وعلى فكره يلعب، انا اصلا عندي مشكله في الكام، وما كنتش عارف العب مين كام. لا جالنا في وقته، جالنا في وقته فقير. انا راضي انا راضي. طيب جينا بقى للباكات التقيله اللي معانا. معانا حوالي ثلاث باكات تقيله، ايوه ثلاثه تقال جدا. بسم الله نفتح دي، عمرها ما جابت لي لعيب كويس، فنفتح دي الاول. كول اللي معايا، كول اللي معايا، ماشي راضي راضي. اي كنتوتي اي كنتوتي،
يا لو حد مختلف، يا لو حد مختلف. هو كنت كان جالنا على الاكونت الاساسي، كان نفسي يكون حد تاني ومختلف، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل وراضي. يعني هو كل مش حد وحش. 600، انت بتتكلم في 500 الف او 600 الف، وغالبا يعني يدخل التشكيله. وش كمان ما عندناش حد في المكان ده، ولو عندنا نتصرف وندخله التشكيله. فراضي راضي، بقول لك عمرها ما جابت لي حد كويس اصلا، فكويس ان احنا طلعنا بده. كان نفسي طبعا في خولة رونالدينيو، زانيتي، مين تاني مين تاني مش فاكر مين كلهم، حتى فيديتش كان هيكون كويس، فاندر سار كان هيكون كويس، يعني شوية لعيبة كده جامدين. اعتقد ان احنا نكتفي بالجزء ده من حلقة النهاردة. جالنا تيم اوف زير ايكون، وجالنا كمان لعيب واحد نوميني، والحمد لله راضيين راضيين جدا، وشوية ريتات. اتمنى الحلقة تكون عجبتكم، اتمنى الفيديو يكون عجبك. اتمنى كان انت لو وصلت لهنا ولسه ما اشتركتش في القناة تنزل دلوقتي حالا وتشترك في القناة، تفعل زرار الجرس اهم حاجة عشان اي فيديو ننزله يوصلك اشعار على طول ان احنا نزلنا فيديو. ما تنساش اللايك، اللايك هيفرق جامد جدا معايا في الفيديو ده. اتمنى اشوفكم على خير، سلام.